أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب اكتساب اللغة في الأسبوع الحادي عشر من كتاب أصدقاء العربية في الوحدة الثانية وهي بعنوان هويتي. سأقوم اليوم بالحديث عن أبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال هذا الأسبوع. أذكر بأن المفاهيم الخاصة بهذه الوحدة: المفهوم الرئيس هو الروابط، المفهوم ذو الصلة هو الأنظمة والأعراف، السياق العالمي هو الهويات والعلاقات. أذكر أننا تجمعنا علاقات مختلفة، نحب أن تكون هذه العلاقات لنعرف فيها عن هوياتنا ومن أين نحن وثقافاتنا المختلفة. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. أقصد بهذه، لاحظ أن الارتباط هو المفهوم الرئيسي، البشر يرتبط البشر بأنظمة تشكل هوياتهم. تستطيع أن تعبر نفسك من خلال المفردات الجديدة التي نتعلمها وتتحدث فيها مع الآخرين بلغة عربية فصيحة. الموضوع الأول الذي سنتناوله هو الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية، وقد أودعت لهذا الدرس حصتين. اللام الشمسية واللام القمرية الكلمات التي تبدأ بأل، لاحظ أنها مختلفة، فمنها ال بعدها حرف مشدد أسميها اللام الشمسية، ولها حروف متعددة كهذه التي تجمع في الشم: نون، لام، ضاد، ط، ض، ص، شين، سين، زاي، راء، دال، وذا. أما اللام القمرية هي بقية الحروف، ولاحظ أنه لا يوجد هناك حرف مشدد بعد ال، وأنطقها أيضا فأقول الباب، الحرارة، الورق. أما في اللام الشمسية فنحن لا نقرأها، حيث نقول التالي، الزجاج، الصمغ، فلاحظ أن ال اللام لا تقرأ. أذكر أن هناك حصة من حصص المكتبة وهي حصة محددة في بداية الأسبوع، حيث نقوم بها بمهمة تراعي مستوى الطالب من مهام أقرأ بالعربية. أهداف المكتبة هي غرس قيمة احترام الملكية العامة لدى الطلاب، تنمية مهارات الحوار والمناظرة، خلق روح التعاون بين الطلاب، خدمة المناهج الدراسية، وغرس عادات القراءة والمطالعة. أقصد بخدمة المناهج الدراسية أي أننا عندما نقوم بشرح اللام الشمسية واللام القمرية أرسل ورقة عمل خاصة بها، كما أرسل قصة تراعي وضع اللام الشمسية واللام القمرية. كما أننا سنقوم بالانتقال للدرس السادس وهو بعنوان الصديقان وما أجمل هذه القيمة، حيث تتحدث عن الصداقة. سنقرأ هذا الدرس ونتعرف إلى أبرز المفردات الجديدة التي جاءت فيه، سنكتبها ونتدرب على إملائها، ثم سنحلل هذا النص وهو فهم المقروء من خلال الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا الدرس. فمثلا: أمين وكريم جاران وصديقان يعيشان في جزيرة لانكاوي في ماليزيا، وهما يتعاونان معا في العناية بحديقة البيت، ويستعير أحدهما عدداً من الأدوات من الآخر ثم يعيدها إليه. جاء جار جديد وعرفهما بنفسه فرحبا به وسألاه إن كان يريد المساعدة فشكرهما. أذكر مثلاً: عليك أن تستخرج كلمة فيها ال الشمسية وال القمرية، عليك أن تستخرج حرفاً واسماً، من الشخصيات التي يتحدث عنها النص؟ هما أمين وكريم. عليك أن تستخرج فعلاً، ماذا يستعير؟ ما معنى كلمة يستعير؟ ضعها في جملة مفيدة. هذا كله سنتناوله فقرة فقرة أثناء شرح الدرس. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع. أذكر بضرورة العودة إلى صفحات المنصة التعليمية، لأنه يوجد فيها مصادر وتقييمات وأنشطة تفاعلية تراعي فيها موضوعات الدروس، وتستطيع الاستفادة منها بشكل أكبر.
طاب نهاركم بكل أمل وخير، شكرا لكم، أراكم في دروس قادمة، إلى اللقاء.